السلام عليكم، معكم كابتن رامي، احييكم في الصباح الجميل هذا. وقبل رمضان بحب اخبركم اني انا بستخدم مسوق منتج طبيعي للناس اللي عندها مشاكل في القولون، الجهاز الهضمي، من بكتيريا، من فضلات متراكمه، تمام، من غازات، من امساك، من اسهال، مثل اللي كان عندي، تمام. اللي عنده كمان حموضه عالي في الهواء والارتجاع المريئي برضه مثل اللي كان عندي. فبستخدم انا المنتج هذا، اسمه منتج تشيك اوف، تنظيف القولون، منتج ماليزي، عباره عن شوفان نشا طبيعي كركديه. بستخدمه بالطريقه هذه، بحطه مع مي بارده، تمام. فبعطي جسمي حاجته من الالياف الطبيعيه، بسم الله، كمان بستخدم شراب اسمه الكلوروفيل او الاسي. طبعا اسمه هون عندنا في الامارات اسي سبلينا كلوروفيل، عالميا اسمه سبلينا كلوروفيل، تمام. هي نفس المنتج هذا، عباره عن كلوروفيل اللي يخضر ورق الشجر، هو دم النبات اللي فيه. طبعا هذا المنتج مركز جدا، في اعلى نسبه كلوروفيل موجوده. بنستخدمه بالطريقه هاي، مقدار يعني مقدار قطاي على كوبايه مي، بنشرب منه كذا مره في اليوم عشان يسكن حموضه المعده، تمام، حموضه الدم الزايده. حموضه الدم الزايده بتعمل كثير مشاكل ببيئه يعني مناسبه للبكتيريا والفطريات والمشاكل الثانيه اللي هي الميكروبات، بتحب البيئه الحمضيه وخاصه كمان الخلايا السرطانيه. تمام، فبستخدم المنتج هذا عشان احافظ على صحتي، وكمان خاصه احنا هسه داخلين على رمضان، فبساعد جدا في يعني في موضوع الحموضه، حموضه المعده العاليه والارتجاع المريئي. بساعد كمان في منع سرطان القولون، بنظف البكتيريا، بنظف البكتيريا الضاره، كمان الفضلات المتراكمه على جدار القولون كمان برضه بطلعها. هذا المنتج مرخص عندنا في الامارات، مرخص عندنا في الاردن، واكثر من 30 دوله في العالم. فاحنا بنستخدمه ونسوقه للناس المهتمين عشان واحد يحافظ على صحته ويحافظ على صحه الناس الثانيين. ليش واحد يستنى على نفسه يصيبه مرض؟ هذا المنتج مش دواء، هذا منتج طبيعي، الياف نباتيه طبيعيه، مش دواء، ما بنستخدمه في علاج اي مرض، تمام. اللي عنده مشاكل صحيه، عنده قرح، عنده مشاكل مستعصيه، لازم يراجع طبيب متخصص مثل ما انا رجعت، تمام. هذا المنتج يعني بيشتغل جنب الى جنب مع اي دواء ممكن الانسان بياخذه، دواء سكر، دواء ضغط، او هاي ما فيش مشكله، تمام، ما في مشكله. فسعر المنتج عندنا هون في الامارات، المنتجين مع بعض، تمام، 300 درهم. عندنا في الاردن سعر المنتجين 28 دينار مع بعض. في دول ثانيه اسالوني بخبركم حسب كل دوله كم السعر فيها، تمام، بس تقريبا قريبة على سعر الإمارات. وعندنا خدمة توصيل لأي مكان هون في الإمارات، في الأردن، في أي مكان عندنا خدمة توصيل. وعندنا كمان أنا بتواصل شخصيا مباشرة مع زبائني حابين يعني يستفيدوا مني كيف استخدام المنتج، وتابعهم كمان في استخدام المنتجات، وأيضا في تسويق المنتجات للناس اللي حابين تسوق معنا المنتجات هذه، تمام. برضو باب رزق لإلي ولإلكم وللمهتمين، تمام. فهذه، فشو بنستنى؟ نفتح باب رزق للناس في رمضان، خاصة في زمن كورونا، ساعدهم في الحفاظ على صحتهم، لأنه احنا مشكلتنا مش مع فيروس كورونا، مشكلتنا على مشاكل صحية كثيرة جدا، أهمها نظافة الجهاز الهضمي، مهم جدا نظافة الجهاز الهضمي، تمام، للحفاظ على الصحة بشكل عام. يعطيكم العافية، والوقاية خير من العلاج. فتواصل معي على 00971 55 526 4879. كما معكم كابتن رامي.